بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من مدرسة تطوير للدروس الإلكترونية. نرحب بكم اليوم في درس جديد في الصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم في الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا اليوم: ما الكتل الهوائية والجبهات الهوائية وخرائط الطقس. درسنا اليوم من إعداد المعلمة وفاء محمد عبد الله، تقديمي محدثكم محمد بن يحيى المجدور. عزيزي الطالب، نريد أن نكمل أو نكمل المفاهيم التي تساعد أو العوامل التي تؤثر على الطقس. الطقس هو حالة للجو في فترة قصيرة في منطقة معينة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة في منطقة محددة. العوامل التي تؤثر على الطقس: أولا درجة الحرارة، عامل مؤثر. أيضا الهطول، هطول أو الرطوبة، الهطول هطول المطر أو أنواع الهطول الأربعة: المتجمد أو السائل أو الثلج أو الرطوبة، لها دور في التأثير على الطقس. أيضا الرياح، الرياح لها دور في تأثير على الطقس وتغيرات الطقس. أيضا لدينا الضغط الجوي، الضغط الجوي عامل مهم في التأثير على الطقس، حيث أن الضغط الجوي كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض، مرتبطة هذه العوامل مع بعضها. طيب تأمل معي عزيزي الطالب، الكتل الهوائية، الكتلة الهوائية التي تؤثر على الطقس في منطقة يتأثر بمرور كتلة هوائية فوق هذه المنطقة. ونعرف أو تعرف الكتلة الهوائية هي كمية من الهواء متساوية في درجة الحرارة والرطوبة. إذا منطقة واسعة من الهواء تمتاز بدرجة حرارة ورطوبة متشابهة، هذه المنطقة أو التي تغطيها هذه الكتلة أو هي كتلة من الهواء تغطي مناطق بآلاف الكيلومترات المربعة، تغطيها هذه الكتلة الهوائية التي تمتاز بدرجة حرارة ورطوبة متشابهة. لاحظ هنا على الخارطة، لاحظ هذه الكتلة الهوائية التي تمتد من الجزيرة العربية حتى أقصى المغرب العربي، كل هذه الكتلة الهوائية تتشابه في الرطوبة وفي درجة الحرارة. أيضا لو نظرنا إلى هذه الكتلة الهوائية الأخرى، إذا الكتلة الهوائية تغطي مساحات شاسعة قد تكون آلاف الكيلومترات المربعة. هذه الكتلة الهوائية ذكرنا أنها متشابهة في درجة الحرارة والرطوبة. طيب من خصائص الكتلة الهوائية، تعتمد في خصائصها على مكان تكونها. يكون عندي كتلة هوائية باردة وجافة، يكون عندي كتلة هوائية رطبة ودافئة، ايش السبب في اختلاف درجات الحرارة والرطوبة في الكتلة الهوائية؟ والسبب تتأثر الكتلة الهوائية في المكان الذي تكونت فيه. فعندما تتكون فوق منطقة مياه دافئة تكون عندي كتلة هوائية دافئة ورطبة، وعندما تتكون الكتلة الهوائية فوق منطقة باردة من اليابسة فإنها تتكون عندي كتلة هوائية باردة وجافة. إذن فيه دور أساسي للمنطقة التي تتكون فيها الكتلة الهوائية تؤثر في مواصفات هذه الكتلة الهوائية. طيب الكتلة الهوائية عندما تتحرك في الغلاف الجوي فهي تلتقي الكتل الهوائية مع بعضها البعض،
منطقة التقاء الكتل الهوائية المختلفة مع بعضها تسمى الجبهة الهوائية. الجبهة الهوائية هي منطقة تلتقي فيها أو تصطدم فيها كتلتي مع بعضهما البعض، وتسمى هذه زي ما قلنا الجبهة الهوائية منطقة التقاء. إذا كان عندي كتل مختلفة في الرطوبة ودرجة الحرارة، يعني التقت كتل مختلفة، كتلة حارة ورطبة مع التقت مع كتلة باردة وجافة، ينتج عنها تشكل غيوم وهبوط. لكن عندما تلتقي كتل متشابهة، يعني كتلة باردة وجافة التقت مع كتلة أخرى باردة وجافة، فتكون ينتج عنها جبهات هوائية مستقرة، ما فيها هطول ولا غيوم ولا عواصف. لاحظ عندي هنا في المثال، عندما تلتقي كتلة هوائية باردة مع كتلة هوائية دافئة، يحدث هنا منطقة الجبهة، هذه جبهة الالتقاء، منطقة الالتقاء تحدث، تكون منطقة ايش؟ فيها تغيرات جوية، وتعرف يحدث هنا الغيوم والهطول والعواصف، حيث أن الكتلة الهوائية الحارة ترتفع في الأعلى تحل محل الكتلة الباردة، والحارة ترتفع في الأعلى. لما ترتفع الكتلة الهوائية الحارة في الأعلى فيها بخار ماء حار، لما يرتفع درجات الجو الباردة فيتكثف بخار الماء اللي موجود فيها ويتحول إلى غيوم، وينتج عندما يتحول إلى غيوم تتكثف هذه الغيوم وتثقل وينتج عنها الأمطار. إذا بسبب هذا الالتقاء، هذه الجبهة اللي التقت فيها كتلة باردة وكتلة دافئة، تكونت منطقة مضطربة في الطقس. لكن لو كانت الكتلتين متساوية إما في الرطوبة والحرارة أو متساوية في البرودة والجفاف، فتكون هذه المنطقة مستقرة. سؤال عزيزتي الطالب، ماذا يحدث عندما تتحرك كتلة هوائية باردة وجافة نحو منطقة فوقها كتلة هوائية دافئة ورطبة؟ يعني كتلة جاية باردة جاية على منطقة فيها كتلة دافئة ورطبة، إيش اللي بيحصل؟ إيش تتوقع؟ فكر، خمن. إذا الكتلة الهوائية الباردة تحل محل الكتلة الدافئة وتجبرها على الارتفاع، فلما ترتفع الكتلة الدافئة لا تتكثف أو يتكثف بخار الماء الموجود فيها فتتكون الغيوم. ممتاز. هات الآن أيضا، احنا ذكرنا أن العوامل اللي تؤثر في الطقس من ضمنها الضغط الجوي. أنظمة الضغط الجوي، لدينا أنواع من أنظمة الضغط. يكون في شيء عندنا في الطقس معروف بالمنخفض الجوي، وهو كتلة من الهواء يكون الضغط في مركزها منخفض. احنا ذكرنا ان الكتله هي مساحه من الهواء كبيره تغطي الاف الكيلومترات المربعه، تكون هذه الكتله ذات ضغط منخفض في مركزها، وهذه يكون الهواء فيها دافئ ورطب، ويصاحبها طقس دافئ وعواصف. اذا الكتله الهوائيه ذات الضغط المنخفض في مركزها تكون دافئة رطبة، ويصاحبها طقس دافئ عواصف في المنطقة التي تغطيها هذه الكتلة الهوائية. أما الضغط الجوي المرتفع فهو أيضا كتلة من الهواء، ولكن العكس، يكون الضغط في مركزها مرتفع، يكون الضغط في مركزها مرتفع، وتكون هذه الكتلة باردة وجافة، والمنطقة التي تغطيها هذه الكتلة الهوائية يصبح الطقس فيها جاف وصحو، اللي يكون ايش؟ الضغط، الكتلة الهوائية ذات الضغط المرتفع في مركزها. لاحظ عندنا هنا كتلتين هوائية، هذه كتلة ذات ضغط منخفض، ضغط جوي منخفض، تكون رطبة ودافئة، وهذه الكتلة ذات ضغط جوي مرتفع في مركزها، وهذه تكون باردة وجافة. منطقة هذه الجبهة، منطقة التقاء الكتلتين، تكون هذه المنطقة، لاحظ هذه الجبهة كاملة، هذه جبهة هوائية، وبما أن الكتلتين الهوائية مختلفتين فتكون هذه الجبهة مضطربة فيها عواصف وأمطار، وتكون فيها تقلبات جوية ورياح. طيب سؤال، حركة الرياح الدورانية
حركة رياح دورانية في اتجاه مختلف، يعني رياح تتحرك في اتجاهات مختلف في مناطق الضغط المرتفع وفي مناطق الضغط المنخفض. هذه الرياح تكون أو الحركة في الرياح بسبب ماذا؟ التغير في درجة الحرارة أم زيادة في الرطوبة أم حركة الهواء السريع أم الضغط الجوي؟ إيش تتوقع السبب في تغيرات الرياح هذه السريعة؟ إذن حركة الهواء السريع، حركة الهواء السريعة هي السبب في تغير اتجاهات الرياح المختلفة ونشوء رياح دورانية. خريطة الطقس، هذه ما موجود عندنا في الصورة، هذا ما يعرف بخريطة الطقس، وهي تشير إلى حالة الطقس في منطقة معينة وفي وقت محدد. فمثلا من خلال خريطة الطقس نقدر نعرف حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد نقدر نعرف حالة الطقس في جنوب المملكة، في شرق المملكة، في شمال المملكة، في وسطها، عن طريق خارطة الطقس. لاحظ عندنا هنا في خارطة الطقس هذا الخط الأزرق، القوس الأزرق، هذا يمثل جبهة هوائية باردة، والسهمين الزرقاء اللي طالع منها تمثل لنا اتجاه الرياح. إذن هذه الرموز تستخدم في ماذا؟ تستخدم في خارطة الطقس لتعطينا هذه الرموز، عند معرفتها نعرف ماذا تعني، ما على ماذا تشير في الطقس. فهذه تشير إلى جبهة باردة وهذه تشير إلى جبهة دافئة. سؤال عزيزي الطالب عزيزي الطالبة، توقع حالة الطقس في منطقتك إذا تحرك إليها نظام ضغط مرتفع. ضغط مرتفع كيف يكون الجو؟ إذا سيكون الطقس جافا وباردا بسبب أن ضغط مرتفع، تحرك كتلة هوائية ذات ضغط مرتفع في مركزها. تقويمنا الختامي، معرفة مواقع أنظمة الضغط يساعد في توقع حالة الطقس. فالضغط المنخفض يدل على طقس ضغط منخفض، يدل على طقس جاف ولا صحو ولا دافئ ولا ممطر. إذن نقول تدل على طقس ممطر، لأن عكسها قبل قليل ذكرنا أن الكتلة ذات الضغط المرتفع تكون جافة وباردة. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى ملخص درسنا. الكتلة الهوائية ذكرنا لدينا نوعين من الكتلة الهوائية، والكتلة الهوائية هي منطقة واسعة من الهواء تمتاز هذه الكتلة بدرجة حرارة ورطوبة متشابهة في جميع أجزاء هذه الكتلة الهوائية التي تغطي آلاف الكيلومترات المربعة. والكتلة الهوائية إما تكون دافئة أو باردة أو تكون جافة أو رطبة، وتختلف في هذا الاختلاف في دفئها وبرودتها أو جفافها ورطوبتها، تختلف حسب المنطقة التي تكونت عليها هذه الكتلة الهوائية. إذن الجبهات الهوائية هي منطقة تلتقي، هي منطقة التقاء الكتل الهوائية. في لدينا جبهة هوائية باردة وجبهة هوائية حارة، وفي أيضا جبهة هوائية مستقرة. الجبهة الهوائية الباردة والحارة هي عبارة عن كتل مختلفة في الرطوبة ودرجة الحرارة تلتقي. عندما تلتقي كتلة هواء دافئة مع كتلة ورطبة مع كتلة هواء جافة وباردة تعطيني جبهات هوائية مختلفة في حرارتها، أيضا ينتج عنها تشكل الغيوم والهطول. عندما يكون عندي جبهة هوائية مستقرة، وهذا ينتج من التقاء كتل هوائية متشابهة، تتشابه في الرطوبة تتشابه في درجة الحرارة، تلتقي هذه الكتلتين تكون لدي جبهة مستقرة، وينتج عنها زي ما ذكرنا جبهات هوائية مستقرة. أنظمة الضغط الجوي، ضغط جوي مرتفع يعطيني كتلة من الهواء يكون الضغط في مركزها مرتفع، وهذا تعطينا إيش؟ كتلة هوائية باردة وجافة. أو وعندي آخر منخفض جوي، وهو كتلة من الهواء يكون الضغط في مركزها منخفض وتكون كتلة هوائية رطبة ودافئة. خريطة الطقس كما واضح لدينا هنا تشير إلى حالة الطقس في منطقة ما وفي وقت محدد. من خلال خريطة الطقس أقدر أتكلم أو أعرف
حالة الطقس في المنطقة أنا أحددها وتحددها لي خريطة الطقس، وهي تعتمد على رموز لها معلومات أو لها عبارات واضحة، هذه الرموز تشير إلى دلالات. فكلنا أعزائي الطلاب والطالبات وصلنا إلى نهاية درسنا، لدينا مراجع الدرس كتاب العلوم ورابط المرجع كما هو واضح أمامنا. سعدت بتواجدكم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، في أمان الله.